السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة نعمل مع بعض الكشري المصري بأحلى الطرق وأبسطها. دي المكرونة اهي معايا، ومعايا هنا كوباية رز. الأول دي بس مكرونة، أنا دي بواقي المكرونة اللي عندي كلها حطيتها في طبق واحد، ودي الطماطم اللي أنا مفرزاها في الفريزر، والثوم والخل والبصل والعدس والشعرية طبعا اهي، ودي كوباية رز واحدة وبزيت، ما بنستعملش غيره طبعا، ما مش بنحط سمنة ولا الكلام ده. تعالى بقى نشوف اول حاجة هعملها ايه. اول حاجة هجيب حلة فيها مية تغلي، وهحط فيها العدس بقى كسلاه الاول طبعا، وده بصل مقطعه شرايح شرايح رفيعة قوي، هحط عليها معلقة ملح ومعلقة دقيق كبيرة اهي، دي الملح اهو، وهضيف بقى معلقة دقيق واقلبه بقى كويس اوي في بعضه عشان يبقى مقرمش ومش محروق اهو، بقلبه كويس جدا جدا، وطبعا بفكه من بعضه عشان هو بيبقى شرايح. الدقيق بيديه طبقه كده حلوه ولون حلو، والملح بيخليه مقرمش. هجيب بقى حله اللي انا هعمل فيها الرز اهو، خلاص كده قلبته كله. هجيب بقى حله واحط فيها شويه زيت كتير، عشان الزيت ده انا هستعمله في بقيه الاكله كلها، هعمل منه الصلصه وهعمل منه كل حاجه. وهنا هو العدس اهو بيتسلق اهو معايا، طبعا الزيت سخن، لازم يسخن قوي. هضيف بقى عليه البصل اللي احنا عاملينه بالملح والدقيق، وافضل بقى اقلب فيه، ما اسيبوش وامشي، افضل اقلب فيه لحد ما يتحمر اهو، حمره بقى كويس قوي. نقعد نقلب بقى فيه طول ما احنا حاطينه كده على النار، عشان ما يتحرقش مننا ويتحرق من ناحيه والناحيه لا لا، نقعد نقلب فيه كله. هو دخل اهو، بدا اهو ان هو يحمر، هفضل برضو اقلب فيه، واكون بقى محضره معايا طبق عليه مناديل مطبخ عشان اطلع على طول فيه عليه يتصفى، واسيبه بقى يهدى خالص وهينشف هو لوحده. خلاص كده هو اللون هنا غامق معاكم، لكن هو مش غامق كده، هو فاتح شويه عن كده، الكاميرا مغمقه شويه، لكن هو لونه جميل قوي، لونه ذهبي وجميل. انا كده هو بطلعه بقى خالص من الزيت، صفيه بقى كويس، نحطه بقى على مناديل الورق بتاعتنا. اهو الزيت ده طبعا بقى هشيل منه شويه دي حله صغيره احط فيها بقى ايه شويه زيت كده نعمل بيهم الصلصه. شيل شويه حلوين كده منها، وهشيل شويه تانيين في طبق بقى لوحدهم، دول احطهم على المكرونه كده في السلق، بيدوها برضو كطعم ريحه يعني. والحاجات دي انا مش بشيلها عادي، مش بتضرني في اي حاجه، حاجه البصل المحروقه دي هي مش محروقه اصلا، بس هي عاديه يعني، مش هتاثر معاك في حاجه، ما تشيلهاش عادي. ده حبه زيت انا شلتهم التانيين. هبدا بقى احط شعريه، شعريه كتير عشان الكشري بيحب الشعريه كتير. هضيف كمان شويه تقريبا، ايوه، عشان تبقى احلى الشعريه، تبقى حلوه قوي في الكشري. إيه طبعا بقى بنسيبها ان هي تتحمر، بس مش قوي عشان ما تبقاش غامقه، برده لونها بيبقى ذهبي كده. وبعد كده بضيف بقى الرز اللي انا غسلاه كويس،
نقلبهم بقى مع بعض، هقلبهم كويس بقى قوي واسيبهم يشوحوا كده 5 دقايق، قصدي دقيقة، 5 دقايق كتير جدا، هسيبهم دقيقتين كمان، حلو قوي دقيقتين. هما كده خلاص اتشوحوا. بعد كده بقى انا هجيب ايه العدس اللي انا بسلقه، هصفيه الاول كده، انا طبعا مش هغسله لان انا غسلاه قبل ما اسلقه، ومنقياه طبعا كويس من اي حاجه، اي طوب والكلام ده، وبصفيه وبغسله، وبعد كده بقى اسلقه، عشان انا بس الرز بميه العدس، مش بسلقه بميه عاديه، مش بسلقيه بميه بيضه، يعني ميه العدس بتدي لون جميل. انا كده خلاص ضفت كل العدس بتاعه اهو، وهحط بقى الميه بتاعته، انا كده حطيت الميه، كل اللي هحطه على الرز هحط ملح بس، مش هحط بقى توم ولا كمون، مش بحب ريحته، مش بحب ريحه الكمون في التوم فيه، مش بحب ريحته خالص، جربت مره ما عجبنيش انا شخصيا يعني. كده انا حطيت ملح بس، هزود بقى شويه ميه من الكاتل عشان ميه العدس كانت قليله. هغطيه بقى لحد ما يغلي غلوتين كده، وبعد كده هدي عليه خالص واسيبه مع نفسه بقى يستوي على نار هاديه خالص. ودي ميه هي عشان اسلق المكرونه. انا كده نقلت حله الرز الناحيه التانيه على نار هاديه، ودي هي المكرونه بقى، احطها في النار الكبيره دي، احط بقى عليها شويه ملح صغيرين، واحط الزيت اللي انا قلت لكم عليه اهو، ونروح بقى نشوف هنعمل ايه تاني. والرز خلاص اهو بيتشرب، يعني داخل في السوا خلاص. اصلا دي بقى الحله اللي احنا جبناها الصغيره، اللي احنا حطينا فيها معلقتين زيت عشان نعمل بقى الصلصه دي، ما هنحط معلقه ثوم حلوه يعني مش صغيره، ونحمره كويس، مش متحرقهوش طبعا، يبقى حلو يعني. وبعد كده هنطشه بالخل، انا كده بقلب المكرونه برضو، لازم تقعدي تقلبي فيها كل شويه عشان ما تعجنش منك. واروح تاني بقى للثوم، هو كده خلاص لونه حلو جدا. هضيف بقى لازم تتشيل الاول بالخل، ما تحطيش الصلصه الاول، حطي الاول الثوم الخل سوري اهو، الريحه بقى والله طبعا اكيد كلكم عارفينه، يعني الريحه جامده جدا. ونضيف بقى الصلصه اصلا دي كانت متسبكه، انا مسبكاها وحطها في الفريزر، تبقى جاهزه معايا بقى على طول، ما تاخدش وقت طبعا، تبقى متسبكه اصلا فبتتعمل على طول. هضيف بقى معلقه صلصه واحدة اللي هي الجاهزة دي، معلقة واحدة بس، عشان هي اصلا الصلصة دي بتبقى فيها خل فعشان متبقاش الموضوع محطحط قوي يعني، كفاية الخل اللي احنا حطيناه في الاول. بصوا هي كده متسبكة اصلا معانا خالص، هضيف بقى عليها التوابل على طول لان هي متسبكة، هضيف كمون ملح شطة بس، ده اللي بيتحط على صلصة الكشري دي، معلقة كمون بس طبعا كتري في الكمون شوية، يعني معلقة صغيرة يعني، وشوية بقى الملح دي الأول شطة اهو، وانا بقى هضيف الملح، ضفت الملح انا برضو بس ما صورتوهاش. بصوا متسبكة خالص ازاي. نيجي بقى نعمل بقى الدقه، حطيت شويه زيت صغيرين جدا ومعلقه ثوم برضو صغيره، طبعا مش بنسيبه لحد ما يتحمر والكلام ده، لا
هو يدوبك بس اول ما يعمل صوت كده ان هو داخل في السوا نحط على طول شويه خل. وبعد كده حطيت 3 ليمونات عصرتهم برضو على السخن كده مش على البارد، وهو على النار يعني. اهي هضيف 3 ليمونات بقى، انا كده ضفتهم. التوابل بقى بتاعتنا ملح، ده قصدي كمون، وشطه، وطبعا هنضيف برضو الملح. في ناس بيحطوا بهارات السبعه بس انا مش بحبها قوي، برضو بحب يبقى اللي هي زي بتاع بره كده، هو شطه وكمون وملح بس. وضفت كوبايه ميه وتغلي غلوه واقفل عليها وخلاص كده. بس كده هنا المكرونه خلاص اتسلقت وصفيتها والصلصه خلاص اتعملت. هضيف بقى 2 ملاعق كبار كده من الصلصه على المكرونه كلها وهقلبها. في ناس بتسويها بيضه كده عادي، مش وحشه برضو، بس انا بحب برضو اعملها يعني بمعلقه صلصه كده لونها بيبقى حلو، وكمان الزيت اللي بيبقى في الصلصه بيديها طعم. والرز خلاص كده اتشرب. انا كده بقى هبدا اغرف الطبق بتاعنا اهو. حطيت الاول الرز وبعد كده مكرونه وبعد كده حطيت البصل اللي احنا كنا محمرينه والدقه اهي والصلصه. يا رب يكون الطريقه سهله وبسيطه، هو سهل جدا وبسيط قوي، ويا رب تعجبكم الطريقه. طبعا بقى انا بحط برضك البصل كده جنب الاكل، اللي عايز يزود يزود، دي اسمها تقليه اصلا مش ما اسمهاش بصل.